بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حد الثاني من الصوم. الكنيسة بتستعرض قدامنا تجارب الشيطان والانتصار بالكلمة. تجارب الشيطان والانتصار بالكلمة. تجارب الشيطان ممكن نقسمها لنوعين. نوع فيه شيء من الليونة والنعومة والخداع علشان الإنسان يكسر الوصية، والنوع الثاني يبقى هجوم عنف من خلال أمراض، من خلال صراعات، من خلال أنه يوقع ناس في بعض، من خلال أنه يحاول يحطم الإنسان. والنوعين من الشيطان، النوع اللي احنا شايفينه دلوقتي النهاردة في الإنجيل اللي بيجرب به المسيح، هو من أنه نوع؟ الأولاني، النوع الأولاني اللي هو فيه النعومة والخداع المستتر، وعايز يخلي المسيح يكسر الوصية بس. في أنواع تانية زي ما قلت بتبقى فيها عنف، كل الشر اللي في العالم ده من النوع التاني، عايز يوقع الناس في بعضها، عايز الأخ يقوم على أخوه يقتله، عايز يهد الدنيا على الإنسان، الزلازل والأوبئة والمجاعات والأمراض والأشواك اللي بتبهدل الناس وبتقطع فيهم. شفنا لما عرف ياخد إذن علشان يجرب أيوب نزل إزاي فوق دماغه، هد الدنيا عليه كله، على أولاده وعلى حقوله وعلى ممتلكاته. النوعين من الشيطان، والنوعين بيبان فيهم أنه عدو، عدو للإنسان، حتى لو لبس ثوب ناعم وبيشفق على المسيح أصله جاع، طب ما تعمل معجزة وتاكل علشان انت جعت، او علشان الناس تشوفك، نط من فوق حجاب، من فوق جناح الهيكل علشان الناس تمجدك، فيبدو بشكل ناعم كده لكن كله خداع. هدف الشيطان ان احنا نكسر وصية ربنا ونطيعه هو، نعصى ربنا ونطيعه هو، في الحالة دي نبقى عبيد لي، عبيد لي مش عبيد لربنا. زي ما قلت لكم النوع الثاني ده برضو لا يخلو من الخداع. النوع الثاني اللي هو اللي فيه العنف ضد الإنسان، وإثارة العنف بين البشر، وإثارة الطبيعة، وإثارة الأمراض، برضو لا يخلو من الخداع. عارفين إزاي؟ يوهم الناس، يقول لهم دي حاجات دي من ربنا، هو مصدر الشر، وبعدين يقول لهم فين ده، لو ربنا بيحبك ما كانش يسمح ان المرض ده يجي لك. فين ربنا اذا كان كل المجاعات دي بتحصل، والاوبئه بتحصد بالملايين، والصراعات دي كلها بتحصل، والارهاب ده كله بيحصل، فين ربنا؟ ربنا هو اللي بيجيب الحاجات دي. خداع. فهو حتى في عنفه لا يخلو من الكذب، معجون بالكذب والخداع. حتى المصايب الكبيرة اللي موجودة في العالم، العالم مليان مليان بالصراعات والدماء والعنف، كل ده من الشيطان. وبعدين يقول للناس الحاجات دي من ربنا. طب وفين بقى إذا كان هو ضابط الكل، إزاي سامح بكل الحاجات دي؟ يبقى العيب عليه. لا، العيب مش عليه، الشيطان هو مصدر الحاجات دي كلها. ولازم ولاد ربنا يبقوا واعيين. يبقوا واعيين ازاي؟ لما حياتهم تنور بكلمة ربنا. فالانتصار على تجارب الشيطان يكون بالكلمة، بكلمة الله اللي بتنور الفكر والقلب. كلمة الله هي حكمة الله الأزلية، هي حكمة الله الأزلية، هي الابن اللي هو
تجسد في ملء الزمان علشان يعيش في وسطنا ويدينا القوة والنور. في العهد القديم نور للشعب بوصاياه، الوصايا العشر والحاجات اللي ألهم بيها موسى، قعد يشرحها كتير. موسى كاتب إصحاحات كاملة. لما تقروا سفر التثنية، سفر التثنية عبارة عن ثلاث عظات ضخمة طويلة خالص، بيشرح فيها بالتفصيل موسى الوصايا كلها حسب ما ربنا أرشاده، عمال يشرح يشرح يشرح. حتى في سفر الخروج لما تقروا الوصايا العشر، ربنا ما سكتش بعديها، شرح كتير بعدها، وفي ثلاث أربع إصحاحات بعدها فيهم كلام ووصايا للشعب بتكشف تفاصيل كتيرة ومراحمه وعدلته. والوصية جوهرها إيه؟ زي ما احنا عارفين، محبة، القداسة، العدالة، ده جوهر الوصية. محبة، تحب قريبك كنفسك، زي ما كنا بنسمع النهاردة في الكاثوليكون من يعقوب 2 كان بيقول كده، الناموس الملوكي بتاع الملك، وإحنا كملوك هنملك معاه ودخلنا في عضوية ملكوته، نمشي ورا الناموس الملوكي إن إحنا نحب بعضنا بعض. نحب قريبك كنفسك، يعني اللي جنبك، اللي في وشك، اللي بتقابله في الشارع، أي حد يقرب منك تحبه، أي حد ربنا يحطه في سكتنا نحبه. والوصية قداسة، قداسة، ما ينفعش إن إحنا يكون في شركة للنور مع الظلمة. والوصية حق وعدل. فالوصية هي اللي تنور لنا وتخلينا ننتصر على حروب الشيطان. زي ما قلت حروب الشيطان النوعين، النوع الأولاني اللي هو في الخداع، عايز يبعدنا عن الوصية وعايزنا نكسرها فيلف ويدور. يا حواء مش هتموتي ولا حاجة، هتموتي ازاي؟ دي معرفتك هتزيد، لما تاكلي من شجرة معرفتك هتزيد، وتصيراني مثل الله عارفين بالخير والشر. يا سلام، شوفوا الخداع. فقالت طيب، طب انا لو يعني هخسر ايه لما اعرف؟ هنخسر كتير. معرفة الشر وخبرة الشر فساد ودمار للإنسان وهلاك للإنسان، لأنه بيسقط تحت نير الشر. وأيضا معرفة الشر هتخليه ينفصل عن ربنا. بعد إذا كان ربنا بيقول ما تمدوش إيديك وتاكلوا من الشجرة دي، يبقى لازم أطيعه، علشان أنا تابعه، أنا تابعه، أطيعه، زي ما كل الخلائق السماوية بتطيع مشيئته الصالحة المقدسة. عشان كده فرحانين، عشان كده الشيطان ملوش مكان فيهم. لكن الشيطان مقاوم ويريد أنه يجتذب أتباع يطيعوه. ولما الإنسان أطاع الشيطان وقع في العبودية وفقد كل حاجة، حتى العالم اللي كان تحت إيديه فقده. كل العالم ده كان تحت إيديه بما فيه الحيوانات والطيور والنباتات، كل العالم كان تحت إيديه. لما وقع الإنسان في العبودية، كل اللي كان تحت إيديه اتنهب، اتنهب وبقى تحت أمر الشيطان. فكلمة ربنا هي اللي تدينا الانتصار، لأنه سكنة كلمة ربنا فينا تملانا بالحكمة الإلهية فنعرف نميز، تملانا بالنور اللي يكشف الظلمة. عشان كده بالنسبة لنا كلمة ربنا مهمة جدا. ندخل الكنيسة نسمع القراءات، نسمع العظات، حتى القداس بتاعنا كله متفصل من كلمة ربنا، كل النصوص بتاعته من وسط كلمة ربنا. حتى وإحنا بنيجي نصلي نمسك الأجبية نلاقيها كلها كلمة ربنا، كلها المزامير اللي قيلت بالروح والقطع اللي كلها أصلا برضو من المزامير. فكلمة ربنا بالنسبة لنا لما تسكن فينا تملانا قوة، تملانا قوة فننتصر، تملانا نور، تملانا فرح، تملانا أيضا شبع. شبع الشيطان ساعات يستغل جوع الإنسان وفراغه.
كلمة ربنا تشبع النفس، تشبع النفس. هو كان فاكر ان المسيح جعان فبيغريه بيقول له ما تعمل معجزة. لا، هو الواحد هياكل بالمعجزات؟ لا، قانون الإلهي بيقول بعرق جبينك تأكل خبزك، مش بالمعجزات، مش بالفهلوة، مش بالسرقة، مش بأن أنا أدور أنام وأقول له يا رب اعمل لي معجزة وهات لي أكل هنا، نزل لي مايدة من السماء، مفيش الكلام ده، ده ضد الوصية. فالسيد المسيح كشفه على طول، قال له أولا أنا مش جعان، أنا شبعان، لأن هو السيد المسيح خدنا فيه علشان يشبعنا. تشبعنا بإيه يا رب؟ قال بكل كلمة تخرج من فم الله. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، ممكن الجسد يقتات بالخبز محتاجه، لكن بكل كلمة تخرج من فم الله تحيا الروح ويحيا الإنسان. فكلمة ربنا عشان كده تدينا قوة، بتدينا شبع، تدينا نور، وهي السلاح بتاعنا، هي السلاح اللي هننتصر بيه. عشان كده اللي بينسى كلمة ربنا وبيرميها ورا ظهره أو بيكسل يقراها ويفكر نفسه بيها باستمرار، وإحنا لما بنقرأ الإنجيل كل يوم معناه إيه؟ إن إحنا حاطين كلمة ربنا قدامنا، بنتغذى بيها باستمرار، بنشبع بيها باستمرار. لما نركن الإنجيل باليوم والاثنين والأسبوع، ده ضعفك خطير، والضعف يعقبه إيه؟ سقوط طبعا، الضعف يعقبه سقوط. لكن ولاد ربنا كلمة ربنا بالنسبة لهم قوة وغذاء وسلاح ونور. حاجة مهمة لازم نكون عارفينها، إن إذا كانت تحديات وتجارب وإغراءات الشيطان لا تتوقف أبدا، فارتباطنا بكلمة ربنا لا يجب أن يتوقف أبدا. إغراءات الشيطان مستمرة وحروبه مستمرة، محدش يقول يعني الواحدة ما بيكبر الدنيا تهدى، مش هتهدى، الشيطان دايما هيحارب، وإحنا صاحيين وإحنا نايمين، وإحنا في ظروف كويسة وإحنا في ظروف صعبة يضرب أكتر. طيب، يبقى إحنا لازم نمسك السلاح طول الوقت، لازم نرتبط بكلمة ربنا طول الوقت، وهو ده طريق الانتصار، نرتبط بكلمة ربنا باستمرار. حروب الشيطان مليانة خبث محتاجة نور عشان نفهمها، ومليانة خداع عايزة حكمة علشان نعرف نميزها ونعرف نطرد الشيطان. هتلاحظوا كمان كل حروب الشيطان متعلقة بالأرض، متعلقة بالأرض، الأكل، منظري قدام الناس، الممالك والمقتنيات والمتعلقات، كلها حاجات مرتبطة بالأرض، علشان حتى احنا ايه زي ما بيقولوا الجواب بيتعرف من عنوانه، فعشان نعرف ان دي فكرة من الشيطان تلاقيها مرتبطة بالايه؟ بالأرضيات، يا مقتنيات، يا شهوات، يا كرامة، يا منظر، يا أكل وشرب وملذات، كلها حاجات زي كده. كلمة ربنا اللي تفرز لنا على طول، لا، أنا حياتي من كلمته، من فمه يأتي شبعي، ينبوعه يروي ظمئي زي ما بنقول في الترنيمة. كلمة ربنا بالنسبة لنا قوة، وبتكشف لنا أن حياتنا مش من الأرض، مش من الحاجات اللي حناخدها من الأرض، حياتنا هي من الله، حياتنا من كلامه. الكنيسة تقول على كلمة ربنا تعبير جميل قوي، تقول عليها أنفاس الله، أنفاس الله. كلمة ربنا دي أنفاس الله، دي ده روح وحياة. اللي بيقرأ كلمة ربنا كأنه بيستنشق من أنفاس الله. الله، قد إيه حاجة مفرحة تحيي النفس، تنعش الروح. كلمة ربنا هي حياتنا ومصدر حياتنا. قد إيه بقى إحنا مشغولين بكلمة ربنا؟ قد إيه وإلى أي مدى بنقضي وقت مع كلمة ربنا؟
الارتباط بكلمة ربنا يعطينا حياة لا يغلبها الموت، ويعطينا قوة لا تقهر مهما كانت سطوة العدو وحدة التجارب. وكلمة الله الارتباط بيها يعطينا فرحا لا يستطيع أحد أن ينزعه منا. ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.